وصلوني هول الباكجز من شيان. تعالوا لنشوف شو في قلبهم. اوكي يلا نفتح تو باكجز يلي وصلوني. نبلش بالصغير. يلا نديرهم على الارض. يلا نفتح الباكج الكبير الثاني. هيدا كمان رح نرميه على الارض. يلا نفتحهم. جبت كفر للبيت. تعالوا نشوفه مع بعض. للتخت مع تو كفرز للمخدات مثل هيك. انا مجربه البيدنج الموجود في شيان وهن حلوين. هيدا كفر تاني كمان للباد. ما راح افتحه اليوم لانه راح نستعمل الابيض. راح نروح نغير الباد شيتس بعد شوي. اوكي ايش هيدا؟ عمركم طلبتوا شيء ونسيتوا شو هو؟ هيدي كاربت لا التويلت اي ثينك. برضه راح نستعملهم هلا في التويلت تبعي. اي لايك ذا كلر. خلينا نشوف شو فيه في هيدا البوكس. ما بعرف شو هيدا. بس تجلو الصحون بتكون شي تنشفوا عليه فجبت هاي. عندي مجلة برا خارجي رح نستعملها هونيك. يلا نفتح الشي اللي بعده. مخدات للراس بيقولوا انهم كتير مناح وطبيين. تعال نشوف كتير نعمل. هولي رح حطهم بغرفتي ورح نحط لهم من الكفرز اللي هونيك. This is the second one. هاي كرمال المشواي. بتحطوا خضرة بتحطوا جوا طاووق لحمة. اجيكم هيدا فستان لإلي. لا هيدا كفر لتريرو لحنا للبيبي كريب وايت شيت. خلنا نشوف شو فيهم. هيدول بنحطوا على جنب السرير ليحموا البيبي ما يطلعوا ايديه ورجليه من التخت اذا كان خشب وينكسروا. هيهم بعد شوي حنروح نحطهم على سرير بيبي حنا. انا جايب اثنين مثل بعض. كفر تاني للتخت. خليه. هيدول مناشف اس ماي لتر. شوف قد ايه حجمها منيحة. بحب اللون الاسود. منن واو. وقعت افخم من هيك صراحة. هيدا الشيء لإلي. دريس. I'm gonna try it بعدين. هنشوف شو في هون. للنابكنز تبعوا المطبخ. بدك هي للمطبخ. خلينا نشوف شو في هون. هيدي الكاربت لحطها بغرفتي. نايس اي لاف ات. هلا نشوف شو فيها. هيدي ويلكم اي ثينك. نو بلا ويلكم بس كتير كبيره. انا جايبه لقياس كبير كتير. هاي للمدخل. تشيكن روستر. هاي بقدر افتحها. اوكي هيدي تشيكن روستر يعني الفروج مثل ما هو بتحطيه عليها وتدخليه على الفرن. كتير سمبل هي. تجي هيدي. Here we go. بتحطوا تشيكن كامل دجاجة كاملة وبتدخلوها على الفرن. حجربها اكيد واقولكم النتيجة. و I think الزيادات او العصارة تبعت الدجاج بتنزل هون. I know what's this one. هيدولي للتواليت. Look. حبيت الكولورز. Hey. علقت الموز لاني ما بعرف وين احط الموز. عم نحطه بصحون. سو جبت هيدا الاختراع. هاي السلة للفواكه والموز بيتعلق هون. الفواكه بتتحط هون. هيدي وحدة ثانية للباربيكيو. جبت اثنين. احنا بنعمل كثير باربيكيو سو وي نيد ذوز تولز. صاروا تنتين. تعالوا نشوف شو فيهم. للملح والفلفل. هيدي البيس. هاي للملح وهي للفلفل. هيدول كاربت للكيتشن. اوكي هيدي ححطها في المطبخ.
خلينا نشوف شو في هون. هيدول القصص برضو للحمام، توث براش والتوث بيست، صابون، هيدي لتنظيف الحمام، هيدي السلة. خلينا نخليهم بالعلبة لنركبهم جوا بالحمام مع بعض. اها عندي زهرة بدون قاعدة، جبت لها هاي القاعدة، يلا نركبها مع بعض. اوه ثقيلة. اوكي في كونكترز هدولي، هيدي بتيجي فوق هاي، وهيدي هيك، وهيدي من هون. دان يلا نشد البراغي. هي كتير قاسية، هاي اللي عزبتني. جبت اثنين منهم من شيان، واحدة ذهبية وواحدة سوداء. يلا نكمل باقي الأشياء. هاي بانشي. هاي للتواليت للحمام، بتحطوا عليها تويلت بيبر، وتحت فيكم تحطوا النابكن. حنركب هدول في بورت 2. أنا جايب اثنين، تانية للحمام التاني، سو برضو حنخليها لجنب لنركبها في بورت 2. شو شو هولي؟ هولي للمطبخ، للفرن ما عندي مسكات، سو جبت هول اثنين. وهي دبد شي بيج اي ثينك، ما رح نفتحه اليوم بس رح اجيكم الكواليتي قد ايه حلوه. مره ثانيه اكيد حنحطهم على البلد. هنشوف شو فيهم. هدول الشورتس جبتهم لحنا، وهيدا الثالث سو كيوت. هول الاشياء اللي فتحناهم وصلوني من شيان، في بارت 2 حتشوفوا كيف رح حطهم في البيت وكيف رح رتب بيتي. احضروا بارت 2، ما تنسوا تحطوا لايك، شير للفيديو، واكتبوا لي تعليق حلو مثلكم.